بودكاست. تخوف متابعون للكواليس الرئاسية من أن يخفي عدم التوافق على أي اسم من الأسماء المطروحة لإنهاء الشغور الرغبة فيما هو أبعد من الرئاسة. يؤكد المواكبون للشأن المالي القدرة على المحافظة على الاستقرار حتى نهاية العام، وإلا فالأمور ستكون عرضة للخضات. بدأ الحديث في كواليس مجلس النواب عن رغبة البعض في طرح تغييرات على مستوى اللجان النيابية قد تؤدي إلى إشكالية جديدة بين الكتل.